باسم ربي والسلام يا رفيعين المقام يا اهل جاه ومقديه يا اهل النار الوقيده من عداكم لقي كيده من رجال صارمه البناوي من قديمه الزمان عدوهم يلقى انكسار في ثواني قوه متقاويه البناوي يوم وقعد وفحامي صفهم فيه التكاتف والتحامي صبيهم والشايبي شيخهم يحكم بالاشوار السديده يقدم محمد مع الروس العنيده ينجلي به كلهم من تعز وفي محمد وانت خابه يبشر بسعده لقى شيخ المهابه والطلاقه والكرم والله انه شيخ من روس القبائل شيخ وانعم فيه ويحب الجمايل عاده متوارثه بعد ما وثقت قولي بالحقايق اسمحوا لي النشامه في دقايق اتنومس بالكفو واتنومس في مطالق الرجال واتنقوى من قصايدنا الجزالي لان عيسى وانعمى ناسب القوم الكرامه من بني مغيد النشامه واكتم الخير النسب فرحته تسوى التباشير السعيده يجعل ايام الفرح لجله عديده والسعاده دائمه مقدياته بالجمايل ينذكر في المراجل كناها النار اللهيبة وانحضر في مجلس أهل الشورى هيبة كل خلق الله شهو وانت يا عيسى لك التقدير منا بالمبارك قلتها باسمي وعنا واسم جمع الحاضرين والله يرزق الولد الذي فيه الصلاح قدوة للناس في علمه ودينه قدوة للناس في علمه ودينه باسم ربي والسلام يا رفيعين المقام يا اهل جاه ومقديه يا اهل النار الوقيده من عداكم لقي كيده من رجال صارمه البناوي من قديمه الزمان عدوهم يلقى انكسار في ثواني قوه متقاويه البناوي يوم وقعد وفحامي صفهم فيه التكاتف والتحامي صبيهم والشايبي شيخهم يحكم بالاشوار السديده يقدم محمد مع الروس العنيده ينجلي به كلهم من تعز وفي محمد وانت خابه يبشر بسعده لقى شيخ المهابه والطلاقه والكرم والله انه شيخ من روس القبائل شيخ وانعم فيه ويحب الجمايل عاده متوارثه بعد ما وثقت قولي بالحقايق اسمحوا لي النشامه في دقايق اتنومس بالكفو واتنومس في مطالق الرجال واتنقوى من قصايدنا الجزالي لان عيسى وانعمى ناسب القوم الكرامه من بني مغيد النشامه واكتم الخير النسب فرحته تسوى التباشير السعيده يجعل ايام الفرح لجله عديده والسعاده دائمه شواهد مقدياته بالجمايل ينذكر في المراجل كناها النار اللهيبة وانحضر في مجلس أهل الشورى هيبة كل خلق الله شهو وانت يا عيسى لك التقدير منا بالمبارك قلتها باسمي وعنا واسم جمع الحاضرين والله يرزق الولد الذي فيه الصلاح قدوة للناس في علمه ودينه قدوة للناس في علمه ودينه.